خبير الشؤون الأمريكية بمركز الأهرام للدراسات السياسية، أهلا بك معنا دكتور أحمد. يعني دونالد ترامب كان رئيس للولايات المتحدة الأمريكية، هو الرئيس السابق ومرشح أيضا للانتخابات القادمة. ما يثيره هذا الوضع من مخاوف أمنية بتوجيه اتهامات جنائية لرئيس الأول رئيس للولايات المتحدة الأمريكية، إن كان سابقا أو كان مرشحا؟ في الواقع أننا أمام حالة غير مسبوقة في التاريخ الأمريكي، عندما يتم توجيه اتهامات جنائية لرئيس أمريكي سابق كان يحكم أمريكا، ولم يحدث من قبل هذا الأمر. وبالتالي نحن هنا أمام يعني تحول مهم وتطور مهم في العملية السياسية الأمريكية أو في السياسة الأمريكية. أولا لطبيعة شخصية ترامب، وشخصية يعني كان في السلطة كان يثير الجدل ويثير الصراع داخل المجتمع الأمريكي. أيضا لدينا سابقة فيما يتعلق به حتى رفضه لنتائج الانتخابات الرئاسية في عام نهاية عام 20 وقيام أنصاره باقتحام الكونجرس الأمريكي، وهناك اتهامات بالفعل، يعني هناك لجنة تحقيق في الكونجرس أوصت بتوصيات ورفعتها لوزارة العدل. هذه التوصيات قد أيضا تقود إلى أيضا تهم أخرى لترامب. وبالتالي في ظل حالة الاستقطاب الأمريكي وفي ظل ما يعبره ترامب عن تيار شعبوي وهناك جماعات يمينية متطرفة في المجتمع الأمريكي، كل هذا بيعزز أو بيزيد من منسوب الصراع والتوتر ويثير الجدل حول طبيعة هذه المحاكمة، خاصة فيما يتعلق بزيادة القلائل الاجتماعية في المجتمع الأمريكي، لأن أنصار ترامب بالفعل بدأوا النزول في فلوريدا في بعض الولايات. أيضا ترامب كعادته في خطابه الغاضب أيضا دعا أنصاره إلى التدخل ورفع شعارات إنقاذ أمريكا واتهام الديمقراطيين بالاضطهاد السياسي والتدخل في الانتخابات. وبالتالي هنا هذه القضية لها شقين، شق قانوني وشق سياسي. الشق السياسي متعلقة أيضا بترامب الذي ينوي ترشح فرصي في الانتخابات في الفترة المقبلة، وبالتالي هذه التهم أو هذا الجانب القانوني قد يؤثر سلبا عليه. صحيح من الناحية القانونية الدستور الأمريكي لم ينص صراحة على أن وجود اتهامات ضد رئيس أمريكا أو أي شخص لا تمنعه من الرئاسة سوى تهمة واحدة فقط، هي تهمة التمرد والعصيان. وبالتالي هذه التهم التي قد تترتب على هذه المحاكمة سواء تهم جنحة وبالتالي دفع غرامة إذا كانت تزوير بيانات فقط، أو إذا كان انتهاك لتمويل أو لقانون الانتخابات، ستتحول إلى تهمة وجناية عقوبتها 4 سنوات. ولكن سيؤثر الأمر الثاني، هذه المحاكمة قد تستغرق، سيؤثر بالطبع، سيؤثر أولا يعني على المزاج على الناحية السياسية، يعني كيف أن قطاعات من المجتمع الأمريكي تنتخب رئيس هو ما لديه اتهامات ولديه صوابق قانونية ولديه انتهاك للقانون، هذا يؤثر على فرصه في الانتخابات. طيب. لكن الأخطر هو أنه سيزيد من الانقسام بين داخل المجتمع الأمريكي، ما بين الجمهوريين من ناحية والديمقراطيين من ناحية أخرى. طيب دكتور أحمد، لماذا منهاتن؟ يعني نحن نعلم أن الولايات المختلفة الأمريكية لكل منهم يعني تشريع مختلف وتختلف من حيث التشريعات والقوانين، هل من تشريع معين يريدون تطبيقه على ترامب في هذه القضية بالتحديد من خلال منهاتن؟ يعني منهاتن بحكم المكان انها تقع في ولايه نيويورك، ان ترامب معظم اعماله في نيويورك والماليه، وبالتالي من الناحيه القانونيه والولايه القانونيه يخضع لمحاكمه او محكمه نيويورك، ثم يطبق تشريع ايضا نيويورك فيما يتعلق بتوجيه الاتهامات. وبالتالي ايضا من الناحيه السياسيه معظم يعني منهاتن او نيويورك كلها ولايه ديمقراطيه كعادتها يعني، والمدعي العام هو ايضا ديمقراطي والحاكم نيويورك هو ديمقراطي. وبالتالي هنا يلعب ترامب على هذه النقطه ان هناك اضطهاد سياسي من الديمقراطيين، لكن انا في اعتقادي المحاكمه ستكون لها تداعيات يعني ربما غير مسبوقه. طيب ترامب يرفض مثلا باستدعاء ترامب فيما يتعلق به. دكتور أحمد، ترامب يرفض هذه الاتهامات الموجهة له ويعتبرها تدخلا في الانتخابات، وأيضا يعتبر ذلك اضطهاد سياسي. يعني ما نتيجة هذا الرفض يعني وما تأثيره؟
يعني هذا الرفض هو مجرد رفض سياسي، لكن من الناحيه القانونيه لا يستطيع ترامب ان يقف في وجه العداله او يرفض المثول امام المحكمه. هناك اجراءات الان تتم في لابلاغ محاميه لاستدعائه، على الاقل سيتم استدعائه في وقت يعني سيحدد المدعي العام يتعلق به اخذ بصماته، وضع حتى في سجن او يعني في القيود امام المحكمه، ثم بعد ذلك قد يتم الافراج عنه بكفاله كما هو في القانون او منعه من السفر. كلها اجراءات لابد ان يلتزم بها ترامب، وبالتالي رفضه سيكون له مشكلة شكراً. أكبر أيضا قانونية أكبر، وبالتالي هو هذا رفض سياسي محاولة لحشد أنصاره ضد هذه المحاكمة. دكتور أحمد سيد أحمد خبير الشؤون الأمريكية بمركز الأهرام للدراسات السياسية كنت معنا من القاهرة، شكرا جزيلا لك.